اقول ان انا شنو خلاص قلت محي تفضل معي. اولا انا سعيد جدا لاول خرجه يعني بعد الكتاب الصدور تاعي في الجزائر، اول بيع بالتوقيع يعني خارج الجزائر هو بلد الاخ والشقيق في المغرب، وبالخصوص في مدينه العرايش اللي هي عزيزه على قلبي. ونشكر الجمعيه اللي تنشط المهرجان للحكايه، ورانا هنايا يعني بكل ما عندنا باش ندعموا النشاط نتاعها، وهذا هو يعني بصفه عامه. والحكايات هي مكتوبه بالفرنسيه الحكايات هما بالعربيه، هما مكتوبين باللغتين، يعني مكتوب بالعربيه مترجمه الحكايات مترجمه هي نيت الحكايات وبالفرنسويه، وهو يعني الكتابه تاع الدارجه يعني بالطريقه اللي نحكي بها على على الخشبه، يعني باش تكون نموذج اللي كالشباب يحب يعني يدير مغامره الحكايه، يكون عنده نموذج يعني باللغه العربيه الشعبيه، وعنده ثاني نموذج يعني تاع الترجمه الى نعم. وهي حكايه جزائريه يعني، واش هي من التراث او انت اللي كتبتيها؟ هي من العمل الابداعي نتاعي، لكن من الابداع نتاعي ماهوش من يعني من الخيال المطلق. الحكايه تاع مولا مولا هي بعد الزياره تاعي في منطقه تمرس في بلاد الاهجار في الصحراء في مدينه الجزائر، وين اكتشفت تلاقيت مع واحد الطير سكر الاهجار يعني يتكلموا يسموه الطير اللي يبشر بالخير يعني، ورحت كتب في النص نتاع مولا مولا، وان شاء الله هذا العام بشارة هذا مولا مولا الطويره جاي حلق في العريش يعني كيفاش جاب يبشر بالخير ان شاء الله يا ربي. جاب يبشر بالخير.